بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ودرسي سيدات يهود بيهي جزكا قد سمع سورة التحريم سيدة سورة هكالة جزكو أي هايين بأيضا والسورة المدنية وقرآن كيسو دقي هجرة النبي كذب صلى الله عليه وسلم وعيكو بالله من إساء ويكاح الله إسابة قيبه ظهر ابن بعض النبي صلى الله عليه وسلم يحسس كي صغار كم إذا نحمر طيب هيكاح الله إسابة كذب نوع هيكاح لدونتا واجب كساراً دادك عرور تدالي أم أوبتك مسؤولية دك ساراً المهوض أم أوبتك وعيكا لدون تأسيده كالي قالت هي آخر مركي تغان إليسان عذر الدار هلينين إلهي أكدس تبارك وتعالى مؤمنين تول فرعي إلي توبت كنان آخر وحا إلهي أكدس كليهين إلى الوقت الصالح وحشبة وصورة الوجبة قبين دون إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي النبي لما محيبا تحرم وحرامين ليس ودودي ذي نستانفت هذا ما أحل الله وحل حلالي لك أذيك وحلالي تبتغي أذيك الرادين يا مرضات أزواجك حاسسك راضي عن شهودة هي قنعنتو والله ألنا غفور وميتك رافد بدن رحيم نحرستو قد فرض الله ألا وجدي لكم إذن كوحو إذن كدي مؤمنين تيو تحلة أيمانكم دارهن فرفر الدار يعني دار تصيد الله فرفره والله ألنا مولاكم ومولي النواي وميتك إذن حقا إذن هيلي إذن شعل وهو أسقى ألا العليم وميتك علمي قبضا الحكيم حكمة نكسي فيس أيضاها يقوى كدام بيا وحال الشيغاء حديث تكسى عرورتي لبا السببات أي الله الشيغاء إنه يكسى ودقين لبا السببات واسورة قل ميد إنه يكسى ودقين واسورة قل إنه لبا وكوي مادين واسورة قل إذا كوبادي وحي لذا هاي نبي قينا صلى الله عليه وآله وسلم أي وحا كم إذا هدومر كيسا إسلام أصل كيدو أدون أهيت ونبي كيل مدلي شري صلى الله عليه وسلم ولديه شري ماريا ومدير الشيء نبي قويل كيسا إبراهيم دون تامر كان النبي قوي المدلي شرط صلى الله عليه وسلم أيوم مال المالما كم إذا حاسكي سحفصة قري كذا أيوم النبي بكو حاسة صلى الله عليه وسلم وقري كذا يدو كم كان أيوم حاجة دي كيوب قتاي كدي من حفصة كوره شيء وعيت الرسول كله يوم مال كيجي يقولي يجي يقول شيء أياد إسلام كله كذا حاجة قدرت وقع مركا أرين كاسي قوس طيب النبي صلى الله عليه وسلم مركا وحوقي أدون تاس أم إسلام تاسي أم الولد كاسي حرام بيجا تاي دب دم به وحاسي سن ماي لكن أرين كاسي قاعد نهوش شيء
هذه أقول لك أنا حفص وركي مينن قرينين عايشة أو أي حوجة أي شيء كوداك الهايين بيكون ثابت وتجي هريتها صار عادي كديمنا أيدها نسود دقي والنبي صلى الله عليه وسلم لقال الله أضو حاسس كوقا عيني ما حد وحي له يكون حلال يسرح حرامين تسوى ميت قصة الله وهذه وحي له ذهب إذا الصحيحين كتمت النبي صلى الله عليه وسلم قريا حاسس كي سومري كري بدو حوغا بلوتشو كري وهابين كي ما مالين تي وكهر وكحوني كري زينب بنت جحش وحاسس كي سكمي ضحيت أيو قري كي هذا صوفري كدي بنا ملب إيسيس النبي صلى الله عليه وسلم ملب كاسو مركا أوتاقا ويسيسا أرقي وحاكا ورهلي حفصة يعيش وحي مركا قو أنزدين ويكوت الشدين ملب كاس إني النبي قو ديران صلى الله عليه وسلم مسيرهان لأن أيجي ما هي ما لو كانوا نبي وصي صعدة ومسيرة وقت هذا كه له اللي قد درا هي اللي قد تشدين كذي من واحد اللي واحد تري واحد قد تشدين نهذيك مركو قوس أو قالوا وعاد قلت هذا رسول الله يعني كيد مغافير لي هذا حبك أرفض كل اللي هذا كبح ذا وقرن ويرى هذا يعني جيت كي نوعها حبكتي سي أركي ذي با يا شركة كدري مياي ما حد منتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم زينب ملب ملب إسيس هذا وحنا المرير يا شنيد ذي با جيت كصوت داقلي شنيد ملب كم بحصي النبي صلى الله عليه وسلم وحيا له وتقول يا واحد معاك وآذو تشعلانش هذه سيد يوحو رهي إيوه إن لغو الشهيبه موسن شعلان شير النبي صلى الله عليه وسلم كيد وحو يري والاقي أبا ملاح وحو الشيني دي باب كيد كاداق دي بس بو إيغاي هايكو مرد بابا موحونا هايكو لكن وركا إساقا يوسن قلاك وركي ويقود بسيو تيكالي لو ذاكت إلا مركي هربا ويسكوه غاي الموت كيد ابناء وحي كان سود دقيو لوقا يموت صدح قود وككوين غيبي وحوي النبي قال له وحنا أنا ليا قول ليا وحي لا يكون حلال ما حد سوى حرام ما مرك ما ملب كي ما ملب كنا مسوى أم الولد كي زي هوري لوضع وقوي ما دنا حديث هنا يهل مرة وضع دعاء وضع كرتايو أيدو كسوة الدجال سيدعوا لنا بدل يرجع حياة تقول له الله يا النبي قال حنا أنا ليا طلب هذه وحوي شيء هذا اسك حرمتي او شيء لا يكون حلال اي اسك حرامسي دار اهم بين نقره دارت نوعا سو كلا اسيبا لو فورا روح شيء هذا اسك حرام يا ما كدارتو سي لو فورا ايضا وا لغا هلي حكمكي كديبنا وها لو جيسنيا دمركي اما النبي انتو سيرتو كو امين سيرتي فكيه أما أهشي رسولك صلى الله عليه وسلم وأرنتها سميه بالعنانة ليا ولا دبقل دونا أيضاً مركة قصة سيكون سابسيهين وحلقوا بالله مركة عنانتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركة ربيكي عنانة ليا سيدة غالب كأه وحلقوا عنانتها لقد أدو لضفن وحلقوا هرمريا هذا الدبع سنبه لقوا هرمريا يعني سورة التوبة وكلا مركة إلهي كهلا منافقين تمرك النبي إذا ويدستين أوف صحي يقول جهادك كعري وحال يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم الله كو عفية أما الله واكو عفية لجهر مري إم حاضر قو إذا انطي هل كان وحال لجهر مري عنانتي يا أيها النبي النبي والله ما نمركه النبي نمو أمام بالوصول محمد ولا بدي يا إلا أنا ذا روحه وريا هبل وبناتنا
هي صفتي سو قيمة بدن إنات يا أقول رواق سو ما كلا دوانا يا أيها النبي النبيو لما ما حيبة تحرمه وحرامين ما أحل الله وحو ألا حلالي لك أذيك هو حلالي ما أها شرعا إنه حرامي نفتي سو بودي ذو يعني سجى سودي ذي ساس الله جودا تحرم بالشرع جماعة تبتغي أذيك أورادينيا مرضات أزواجك حاسس كاغا رضا هو ذا أدور رادني رالي أهان شو ذيني كار رالي نقضان وذقان عسى أدور رادني ما تساويين وحي إلهي كو حلالي وحلال كو أما حاس كي سيئة أما ملوك كي أو إلهي كو حلالي إسلام هاقا كو قنعي ما حاد نفتا ذا أقول دي ذي وذقو حسك حرامين إس والله ألي غفور ميتك رافيد بضموي يذن الدلور ديكي يا أيها النبي ألوك بالله بسمار أدنا محالوك ختمي والله غفور ومد دافيت بدن وحي هلكا كدعي رحيم او نحارستوي طيب شيء مركا او كدارتي اي ملوكا اما حاسكي ساها الين شيء كان حرام بوغي هدا ترا سيدي علماء بدن قباني ايات كان لغا فهمي حرام بوغي هدا ترا بمعنى ادو كدارتو كلو كدغي شيء هدا مركا كدارت اما اترا حرام بوغي سو حلال كو اها محال ودبك هو حلالو بكرة سيسن وغفر دامين كرة قد فرض الله ألا ووشي لكم إذنك أداد مؤمنين تيتهين تحلة أيمانكم دارهين فرفريتون دارتوا قنتنوا مركات يعني دارتو أما الشيء قد اسكحرمتو قد اسوديتو سيدي شيء قد قنودي أو كلاوا قنتن تاسي مركو حيو بانتا إلا فرفرصو ما تحلة أيمانكم ساسوا داريه إن دارتين فريدوا دا إن حرق الله فراي الله أيا إذن كذي والله ألنا مولاكم ومتك موليه نأه إذن حجة إذن هيلي إذن شعل وهو يسوع العليم ومتك علمي قبضا وأحواشي إن كور هي الحكيم أحكام تي سي إيو أوامر تي سون حكمة دا يكون سليسي هنو حكمة دا كسي فيسا حقي مركا اللي لو قلت دارها سيد الله فرو دارها سيد الله فرو سورة يعني وحوهي مائدة وكا إله نوشة تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم الكاسة مركا لغفر فرو هذا دارتان وأما الشيء حرام بيجيه أن دارهم بيكدقان تهي معنا هذا الشيء كدارته سوى حلال كوها دارتا دي وإن تفرتو سيد كفر إيسا حرقاء تقول دي وإن تفرتو وحد كفر فر إيسا إنك كفارة قدت كفارة ذو محيط هاي وأتا قرآن كإله كل شيء طور مسكين قودي midal ba hal mar wax ku filansay kadibna wixii aad iska xaraamayso markii hore xaraan ka ma ina halaal buu ku yahay ama ma aha tobanka miskeen mid walba hal mar wax arad bixiya hawladiisa wax asturasi wa arad bi aw kiswatun waxaad ku arad bixinayso ama aad qoodinaysana waa waxyaalaha aad cuntaan waxa u dhaxeeya way min awsati ma tud'imukum ma tud'imun waxaad qoodataan waxa dhaxdhaxaadkiisa way أما ما هي وحا كليتو أيضاً قور حرينتين إنت روحي واي أردبح ما هي مساكين توحي قودية ما هي قور حرينتين إسك بدا إنت هداد ويدو فصيام ثلاثة أيام ويمرك سدح بريبات سومي سدح بريبات سومي إنت قلب كي آتما يسو ذلك كفارة أيمانكم دارتي كفارة دي وطا دارتي مركا واتفورتي شيء قاعد سك حرمتين حلال بقوية. سيدا دومنا سيدا النبي جينا حديث سكوسه صلى الله عليه وسلم شيء قا إن يعني دارت هذا قصعت. هي دارت هذا إن تبيسه هذي تبين تكوفي عنده دارت إنت تبيسه ككفارة جدو وحي إلهي كوه حلاليين السماء صار تكوفي عن هدو خيري هاي شيء قاعد سك حرمت معنا. إنت سمركا دارتي النبي قال لك قهل وحان قوتشنيسا سيدي هذا الشيء إلهي كو حلالي بني آدم كو قنعي وبني آدم كو رالي قلي
إن النفط هذا وجودي دماء والطيبات إلهي بكو حلالي بناء آدم لقو مقن إيو وحي إلهي بكو حلالي إن تسكى حرام إيسو ودي سودي دماء إنتا كدبا وحل لقو دقال مركا دمركي صببت آيات كان يكوي مادين يعد عددا دمركي سمي أيام مركا لقا حلية وإذ وقت كشيكي أسر أوقرصدي النبي النبي أوقرصدي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حادث حاسسكي سقار كود حكودا أوقرصدي حديثا ورقي الشيك أوقرصدي فلما قرتي نبأت أي ورنتي تسيل أوقرصدي به حديث كي مركي ورنتي ويتوكل أشيك وهو أظهره وركين أموتي الله ألي عليه أو أظهره الله ألي أوركي موتي عليه كركيس أموتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أموتي أي عرف وكرنسي إسلامتي وركفافيسي النبي وكرنسي بعضه شيكا دي قاركيت وشيكي وأعرض وكتشي سيدا عن بعض أنت كلا وكتشي سيدا قارن وسكتشي سيدا وركي رنون هو ذا ديبيني قيب وركي كم إذا أبو النبي أشيك صلى الله عليه وسلم فلما قرتي نبأها يضع من نبأها وركي أشيك النبي صلى الله عليه وسلم نبأ النبي أورمي ها يدي به وركي مركو أشيك وحي فافس مركو أشيك أي قالت وحي تري من أنبأك يا كورمي هذا كان تي يضع أشيك تبي استلام أمي النبي يضع وركة أشيك وركة سيتي الوركة يا أشيك إلا وركي بناك وكيف الوقت وركن يا كوشي يا بيت النبي يدو حزلا إذا مركت تيك لا يكون قرصتي أي ورك يدو نكاب قدس من أنبأك يا كو الرمي بيت لهذا كان قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبأني وحى إيه والرمي العليم الله علم جبلا الخبير شيء والبن جنوك ماشي ملين زمان نقول إن إلعك لوكي تي الله إيه والرمي بكويل طيب يعني مدة ورك الله شيء سيد الله بدنه هوري وحفصوي وقصده هوري تندمنا ما حفصة مسوى عائشة لو ذا الروايات كوي ترى هذه حفصة كسوقة حفصة مركا النبي ورك مرك أشيء جاي يوسف قرافين كويري وحي أشيء تي عاش أشيء تي عاش مرك أشيء تي الله تبارك وتعالى باوركي نبي أشيء جاي وركي إنه بحي أول بحيي أو قاري يوشيل كذي من وركي بوشيل تي بحسي وعقول وركي ساي ساي ساها قارب مرك أوشيل قارنو كتشي سدو وسكداي وحي أقادة مرك تي إلى ورك ورك بحسي يا كوشيل يضو مرك مودي صاحب تاني ورك كفينس نبي وحي وقول صلى الله عليه وسلم الله يشيل مرك أنت سوحوي وسجى إسلامتي ورك بحسي وحي الأحمر وإذ وقت كشيك أسر أوقرصدو سيريستي النبي النبي إلى بعض أزواجي حاسسكي سقاركود ولا قرينو يعني وحوي قرآنكو أنت بدل ضدك خلداتكو كردعان يعني وحويان مقعودة إلا تابتو وما بدنا لأنه تشيدودو ماها إن شخصك اللهم فضاء إلا ضريع أيما شخصك دل عينتسو وتشيدودو وحوهي ومدى إن أرنتن درسي لغسيو مرك بعضي بلغ عبيري بعضي طيب إلى بعض أزواجي حاسسك سقارك وحقوق قرصد حديثا شاكية وربو حقوق قرصد ما ملب كيبا مسه وأم الولد كيسي لبدا كي نقطب فلما قرتي نبعت أي ورنتي به وركي تي الله ورمي با ورنتو تكلأ ورنت وهو أظهره الله ألا أموتي عليه كركيس وإلهي بنانك صوري ونبي قرر ورمي صلى الله عليه وسلم أيو عرفا جرنسيي نبيه بعضه قاركيه جرنسيي تي وركا مركي هور الوسيريستي أيو وركي قاركي أشيغي وأعرضه كتشي سيد عن بعض قاركا كالانا وحالي هذا استقصاء مركا آج يعني وحوي أم وح أنانيس أم وح شيغيس وركا والا كالان ريبتا يعني دبدا لغا موضا مرو إلا لمرو بمحوة هاي ميش أقود دميس إسلام تنلفتي هذا ميش أقود دميس إلا عنا أنت لمرو وحوجا وركينا إنه بحي سيد بسنة الله وش يدنا الله يرى الطرال الدنيا مركب قارب اللودي بقارب كنا وعلى قربت
فلما قرتي نبأها النبي يدي أورم حفصة به وركي مركو أورم وحي فافسي وي أيا قالت وحي تري وحي به وحي نغوني سورك وحي فافسي قالت وحي تري من أنبأك كما كورم هذا كان روح كوشي يا واي قال وحي نبأني وحي ورمي العليم الله علمي قبضا الخبير شيء والبقنتي سوء هذه لبدا سجي مادان عليم يا خبير خبير كوى قن أغد و سلك إيو ماشي أودن بيشي أوجي هوي عليم كنوا حلوه فصير يا ظواهر الأمور أرمها كور كودا إيه هوس تودا بين غوني سامانا كور إيه هوس وح قرصوني وح مقام إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير نبر باكل عين إسلامي النبي سيرتي سبحي من فقبل قصوحر أنت توبة هذا توبتك أنت بر لبدينا أنت توبة هذا توبتك أنت نصون نقطان لبدي تمر كواي إلى الله الله حق شهادة نصون نقطان فلذلك موجب واي أنت شرطي هذا شواب تيدي وماشا كما قال هو حل لي هي فلذلك موجب وحواج بيات يا شروا أما فلها واجب توبة داسي وحواج بيا واجرا وحلازمية توبدا واجرا فقد صغت حقيقي واتمرك صوتي ولا شيء وحي واجب لها واك فقد صغت وي إيلتي حقيقي قلوبكما قلبي ينين وي لحدان وي إيشان وحقي يسيدي هبونيت بكل لحدان وإن تظاهر هداد إسوكا شتان أما إسوكا الميستان عليه النبي كركي سنة فإن الله ألا أياه هو إسحاق أيام مولاه هيليه سه وجبريل جبريل وهيليه سه وصالح المؤمنين مؤمنين تكود ونكسن وهيليه سوى والملائكة ملائكتين بعد ذلك كاسكدي ظهير أيقون وجوته هيلاوة ولين تلاش دبر يوفيرس لبدي نندمر كأهو خلط باتسميسين هذا إلهي أصل نقطان وتوبت كنا خلت ككسر نقطان توحي كان الهواء تميزين واحد فلها موجب وحواج بي ودعي توبت أيضا ومحوها يوحي النبي كسر ميسانا ومحوية فقد صغت قلوبكما قلبي يدنا لحظي لبدينا قلبي يدنا لحظي جمع على قدري وقلبي ينوح كل لحظي سيدي صحده سيدي حقه احترامك النبي إذن كم منا سيدي عدالة أهيت سيدي ليدين كربي سيدي إذن كوها بوني أيا قلبيين وقرم مريو كلها فقد سغت قلوبكم أول طيب وإن تظاهر بلي هذا توبتك أنتان وحي توبت كتوبت كين إلى هيدين واد سميسين وإذن كوها بون تايوان توبتك أنا هذا تيالي وإذن سوما ونبي سكا الميستان السكر الشيطان او سوهي لسانا النبي قوم الان ما سوهي الان ما الهي به ليه جاء وربي جيب الله جرا جبريلنا او ملك جبريل اسونا واقرب تاغن هو الله جرا مؤمنين تكودا وناكسن انت مؤمن وناكسن ويقرب تاغنت انت صور الملك لا يمدنا ملائكتي او ان لقلقت لهين وحكم قرينا كل جد وجوته يجون هيلا وع، حقيت قال إسحاق يا مرك، إسقراب سجين محوق بنا، إنت صرت أم بنبي كجرب تاجن هيلا وع، هذا ديب ديب دم بيسوق هشتا ويا رسول صلى الله عليه وسلم، سو مال هذا كلام سار، أوفير سو، نبي قال إنت صرت صلوات ربي وسلام عليه، أي لغوي نا لغوي احترامي، قيمها إله أكدي سوقك شو تبارك وتعالى بالتلمام يو، ربي جيبا جرب تاجن ويكون في الله. ربي جيبا جرب تاجم ويكوف الله لكن أنت نور روح الله يسود بردي يعني وح الله موتشين يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقيمها إله أكدي سو كتشو ملاك تورن وهيجن ملك الجبريل وملاك تو جامين يا هيجنا مؤمنين ت أنت ودون أحسن أي نبي محمد جرب تاجم مرك لبدي ننضمر كاء لبدي ننضمر كاء إسكاشي جنوا منو تريوا واد خلدن تينا صان نقض واي ورك مرتدي السلاوي طيب عائشة هي حفصة وهذا الكل عي خلت كنا كل عي
ayaa marka wax weey hadalkaasi loo jeedinay ficilana way toobad keenano khaladki waa ka noqday xasaaski nabiga ahay salaatu rabbi wa salaamu alayhi tayib wa bin aadamo khalad laga ma waayo bin aadam ku rabbigi ku khaldama malaa'iktu ku khaldama naftiisu ku khaldama khalad bin aadam bay u yihiin oo kullu ibn aadam khataawa ibn aadam oo dhan waa khalad badan لكن ابن آدم كم حقوق له في عينه هي وخير الخطائين التوابون إن الله صون نقض وخلت كمركي الله حق لقى صلابت وين كصلابت هو معنا هل قاس مركا سيدا إنا تواحد المامية والنبي جينا صلى الله عليه وسلم يعني دمر كيسة كل قد يعني أنتو كرن تي أنتي كهر ريسيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دمر كيسة شندنا ويه شندنا إيه آخرنا أيها الدمر أقول نقوم دونا ماشى يدا فقد صغت قلوبكما يا وان تظاهرا يا ان تكدنبيسا نيمان كان ليراد الرافضه الشيعه ايرانيين تا يوي راد لا راحه المذهب كاهست الرافضه ليراد ايا وحي ودليشدان حاسسكي النبي اني غالوبين واي دين تا كبخن معي لي وحي ليهن فقد صغت قلوبكما با وحي يراهدين وحا لغا ودا واد غالوبين عبارة القرآن كنا مكال مينش أدلة كلا القرآن كنا مكال مين يا ما لي ما واحد دقي سنة مد دوب وين أو رافضي أو شيعي أو channel كله محوها هاي تلفزيونه أو ير سوماليا إنتو لحريري أيو لدو ذي ير كسومالي كمركا أقون بدن ملها وكل دو ذي مركا عاشي حفصة وين قالوا بيم وقولي هاي ودات كان شيعي كا ويلكن سوماليكا أنا خطكو سوكالي وينو لدو دو ربا أقوانتو كل دو دي لهانا مالا لو قدينا مكرانا يو أو يعني وحوي صوغة محالي ده ده محاني سمحون نقضا أدي لده كلي قرآن كي كوهر إيماني الشيعي كان وركي سانا مكرانا هايو ويلكي مادام وحبا دنو سنقرانا يلي هذا وحي والا دردري أرين قاسي مركا أدي لعاد عاد بوليه نبي قيلنا صلى الله عليه وسلم حاسس كيسو إني سنقالو منو حاسس كيسا آهاية أو حاكم إذا سورة الأحزاب الله تبارك وتعالى آية التخيير آية الليلة دمرك النبي قال لقو خيار قال يلا وكل دورتا الدنيا أما الله يا رسول كيسي آخر الكل دورتا مرك الليل الله يا رسول كيسي دارتا آخر دورتا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما كل قد وحي دورتين الله يا رسول كيسي دارت آخر دورتين سؤال نسمع وامد الله بالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حفصة هي عائشة وقصده قصاب سنتهاي أصغى قبو كجيريودي سؤال شو حي تمرك الرافضي قال يا واحد وسقيس لو يديني نبي محمد ما قالوا قبي من أجر الدبي بحاسوا إلا موسم فورين سوما ما أوسم فورين حاس بوسي أهاين وكجيريودي يو حاسس طيب هذا مركا قصة العدد إذا كوكا لوبين نبي محمد ولسي جو حاسس كي سي سي أهايني من أجر الدوبي ودين تكبحي بحاسس وها أدوي إلى هذا ها مركي هرب الرافد وهاي دين توكبحيا هدوي إلى هذا ميانا وعقير يا إلى مسلمات هايين العدد الذي كوكا لوبين وأمد الصد هذا نبي جينا صلوات ربي السلام عليه حاسس كي سوكرن تي مسلمين توحى ليلي مجور سن كرتان قداشيس محل لو بدي في سورة الأحزاب إلهي كل شيء يا صوما وحى لو يدي النبي حاسس كيس قداشيس مجور سن كرتان وحى كم إذا حفصي عايشة كم إذا ويكدم بيه وحى لو يدي مجور سن كرتان علشان النبي حاسس كيس الدنيا ده آخره حاسس وقيه حوين إذا ننك قدم بيه آخره حاس النقطة النبي إن لو قدم بيه الديدة يا مرك حرمتي سنة والله إلى علينا يا تصدحات ويا تمرك تعفراد ويا
تمر كان النبي جن صلى الله عليه وسلم كل جود وحالونه يرهيو يمكن واه وأزواجه إيه وأزواجه أمهاتهم أمدن هو يوين كيد أو كوضا دحية ونبي حاسس كيسا صلوات ربي وسلام عليه ميد لقر ربي مجر إنت نبي محمد قرصد وحاسس ونقضي أمدن هو يوين كود واي لعنة الله على الرافضة ورقاسي مركا وور آدو خرما النبي حاسس كيسي ليلة الدين تيكب بحين هذا النبي محمد بحاسس وآهين قالوا قبي مرتدات بين قنيسة وأنا أرن آدو حرسوا أرنكم مركا وعنان إيا كتوبت كينا iyo way ka toobad keenay kadibna wixii inta ka dambeeyay nabiga xaasiskiisa ay ahaayeen dadkana ayagu u jecelaa sida nabiga la waydiyay sallallahu alayhi wasallam dadka ayaa ugu jecelshay caasho wii ya surra aabihi abu bakr wahaakada ya ku xiga umar hadith ka sahiha ku yimid inta tuuba hada toobad keentaan ilaahi alla xaqiisa hada u toobad keentaan labada dumarka oho wax arinka waajib iyo waad waa dhacay waay فقد سقط حقيقه وحا ايلتي قلوبكما قلبيدي نوال لخدين او جيدكي صحد اها يا حقي يا سيدي هبونيد بي كل لخدين وان تظاهر هدي تظاهر هدا اسو كاشتان او اسو كالميستان عليه النبي كركي سنة فان الله عليه هو اسغا ايا مولاه هيليه سا وجبريل يا ملك الجبريل وصالح المؤمنين يا مؤمنين تكودا مؤمن كودا وناكسن ساس درادين لودان غبدود وحا دلي منا أبو بكر بادلي منا عمر بادلي دعادو بركي دعدي ميد ولبا غبديسي ودولان كو قاد او نبي قول صفته صلوات ربي وسلام عليه مركا وصالح المؤمنين وحا اوغو هريي سو غليا وا لبدي اوداي دالي لبدا غبدودو ددكي نبي قال صفته بي نوقدين اي غبدودو مين الله صفنا ابو بكر و عمر و اي المؤمنين تكلم والملائكه ملائكتنا بعد ذلك دعادا كذب اما ارينكا كذب اما بعد ذلك هي لذا كذب بعد ذلك هي لذا الله سوى شيء كذب ملائكتنا ظهير وجوته أيقنا هي لأه كالمين يوي معنا ظهير ك بمعنى جمعها ويو فعيل ون فعيل كنا لغة عربية وحوي جمع هذه مفرد كذا تثنية ذا كل وحي كتب هذا على وزن فعيل كاس لما جمع الله من التثنية مرك كل وي وضع هذا كرت معنا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا لعدى داسي يتوك لأيد القطبة نبي صلى الله عليه وسلم عمر باوي وحافافتي نبي صلى الله عليه وسلم تدمر كي كاكو أيبو يو ميل كوري ميل يقول يرى كوري أيو نبي كدمر كي سكاكو كي جرو كدب لما قال دي وحاكو فافتي نبي حاسس كيسيبو فري مقالدي وحوغا خلخل بدن باقالي صحابة دي اوهين بدن كد ابن عمر ومركا مقنع ياوركي قاري ويميت نبي صلى الله عليه وسلم مركا ويلو حلان شري واردي اوه شوقي شري وددك اوه ماني وفصحي شري رباحل دي شري وحوغا عمر باوين وحوغا ورنبي ورواحد كتر هذا نبي عمر باكوتش وبالفصحي ويدينا اوه ماتو وتجي نبي وحوك عمر باكوتشو مسودا يا شبو نبي كير صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم عمر بوكسو نقد وحوري ورك أجي وان كارسي الله يلمنا حلنا توكو كأوسك نقد ساج كويمد تذكي وسكول حيا حسن شوش بدن شرو نبي وحاسك يسوه فري الله مركسين هاي فرق قاركو دو يان هذا نو يسهين واي والله بتي وحوري وربنا إذا إيه ويدي waa noqday wuxuu yiri hadana idan waan ku soo waayay nabi waayaga amus hadana iska noqdo markuu saddex goor saaf soo noqday ayuu markii dambe yiri waa lagu fasaxay gal nabigu u tagay sallallahu alayhi wasallam dhaw isu markaa u sheegay oo uu nabiga kaga farxinahay oo kaga qoslinay umar waxa markuu nabigi farxay oo uu ka qosliyay oo xogaa ay yara sheekaysteen ayuu markaa kadib wuxuu rasuulka ilaahay uu حاسسكاغي واد فورتي با مغالده كو جيرتي حاسسكي واد فورتي ما يبو النبي صلى الله عليه وسلم برغاش يقول الله اكبر عمر مركي بين تو سو بوده مسلمين تي دحيمي ايو وخر وركي ما جيرو نبي وحاسسكي سي ما فورين انا هدا كا ايميد كديبنا اسل قصدا مس قصدا كلي ايو عمر وخر رسول الله يو دمر كان موجي دا كو ديباي اي ان اد كو رفاديه هدا اسك فورتو هو كفي عن الله كوكو بدري
kuwa ka fiican uu Ilaahay kugu bedeli tii iyada ahayd baa marka aayad quraan ku soo degtay oo waxa la yiraahdaa muwaafaqatu umar baa la yiraahdaa umar waxa jira waxyaalaha aan wali dhicin ilaa yani waxa weey mulham buu ahaa oo Ilaahay baa qalbigiisa wuxuu gelin jiray waxyaalo sida ay munaasibka ku yihiin laakiin wali aan dhicin yani cajaayib buu ahaa waxyaalaha marka waxa weey uu sii sheegay oo quraanku ku soo degay ayay ka mid tahay oo waxa ka mid ah maqaamkii Ibraahim maad meel lagu tukada ka dhigatid buu nabiga ugu soo jeediyey kadibna aayad baa ku soo degtay dumarkaaga rag dad badan baa imaanaya maad xijaabtid aayatul xijaab baa soo degtay tanuu nabiga u jeediyey sallallahu calayhi wasallam iyadana aayadahana ku soo degay markii la ysku khilaafay gaaladii laga soo qafaashay Badr isagii iyo Abubakar ay isku khilaafeen ra'yiga Cumar buu qur'aan ku soo degay marka waxa la yidhaahdaa muwaafaqatu Cumar baa la yidhaahdaayo tana ka mid a marka عسى ربه عسى وحو حقيقة كويه ربه النبي ربيجي إن طلق كنا دمر يهدو إذن فرا أن يبدله إنو يعني إنو بدل سينيو أزواجا حاسس خيرا خير بدن من كنا إذنك إذنك خير بدن إنو إلهي إذنك بدلي دمر كاسو مسلمات كوهو قانسانا شرعة كوهو قانسانا مؤمنات الله الرميسان يحقه قلبي قودونه هجانزية قانتات دمر كاسو أضيع عيالها والله هذا أطيع كدي من الرجولة تائبات دمر كاسو صون نقد يال أو إلهي أصول الله بتو كتوبة كأنه حمانت عابدات الله عابدة سائحات أو صومة ثيبات قروب يو أبكارا يو بكاروي بسوكرا ولي أردت بلد بصعودة وعلي لهدو إذن فرو haddaad joojin weydaa waxaad wadaan hadduu idin furo nebigu sallallahu calayhi wasallam rabbigii wuxuu xaq ku yahay oo xaqiijo yahay oo mudan yahay inuu idin bedelayo oo kuwa idinka fiican idinku bedelayo oo dumar idinka fiican idinka nebiga ilaahay siinay dumarkaasi tilmaantooda la sheegay waa muslimaat ilaahay bay u ogaansan yihiin iyo sharciga mu'minaat kelimatu lislaam iyo iimaan haddii laysku xijiyo laba macnay kala qaataan islaamnimadu waxay noqonaysaa waa hoggaansanka muuqda oo xubnahaaga iyo jirkaaga uu diinta u hoggaansamo iyo xaq iimaankuna wuxuu noqonayaa hoggaansanka qalbiga marka waxa weeye islaamnimadu waa daahirka iimaankuna waa baatinka haddii labada kelima isu yimaadaan haddii la meel kala gedisan lagu sheegana mid walba ta kale macnaheedii bay wadataa oo marka way isxambaarsanayaan macnaha marka maadaama halkan la isu keenay muslimaatin dumar dhaqankooda iyo daahirkoodu hoggaansan yahay mu'minaatin qalbigooduna hoggaansan yahay waay qalbigana ka hoggaansan tayib qaanitaatin ateecsano rabbigood ateecaya kadibna zawjkooda iyo raggooda ateecaya taa'ibaatin xumaanta ka soo noqdo oo u fiirsa meesha iyada taa'ibaatin lama dhihin yacni ma dambaabaan lama dhihin maxaa la yidhi intaasoo sifaad la siinayo haddana way dambaabayaan ama nebiga ha ku dambaabaan ama allah ha ku dambaabaan ama si kale ha u dambaabaan way dambaabayaan isma diidayso marka inay mu'mino tahay oo muslimo tahay haddana khalad gasho isma diidayso isla qur-aanka laftiisa qiray soo maarata taa'ibaatin oo khalad markay galaan ka soo noqda taasaa lagu ammaanay waana midday sameeyeen wa tayib caabidaatin oo rabbigooda caabudaya sharciga rabbiga amarkiisa qaadanayo ilaahay u qulducayo u duloobay saa'ixaatin oo sooman saasaa loo badan yahay sooma oo soonka guta thayyibaatin garoobo iyo wa abkaaran gabdho ah yacni labadaba isugu jira waa thayyibaat dumar looga horreeyey oo garoobo ah iyo wa abkaaran kuwa gabdho oon looga horreynin oo muxuu ahaaye aan horey rag u soo marin intaba isugu jira oo maxaa labadooda laysu garab dhigay waaye thayyibaad iyo abkaar waxaa loogu gaabsan waaye gabdho keliya waxaa loogu gaabsan waaye marbay garoobku gabadha ka sidataa tanwiicana bini aadamka iska jecel inaad noocnooc hesho oo dhinacna gabdho lagaa siiyo dhinacna garoobyo lagaa siiyo haddii aad gabdho keliya lagu siiyana waxaad isweydiinaysaa talo garoob maxay la maqan tahay haddii garoob lagu siiyo dumarkaagu garoob wada noqdaanna dee waxaad isweydiinaysaa malaha gabdhaha kaa maqan maxay la maqan yihin
labadaba hadii la isugu kala dirana waxba kaama maqna soo saas ma marka sayibatin wa abkara tanwiica iyo noocnoocaynta bini aadanka jecel sidaas weeyaan saas daradeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam dumarkiisu garoob bay u badnaayeen wax gabadhaba mid buu ka guursaday nabigu sallallahu alayhi wasallam oo caasha caaisha gabadh kaga jirtay inta kale waa looga horreeyay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh culimmadu waxay leeyihiin soo sayibaatin iyo abkaaran laba dhihin sayibaadka waxaa laga wadaa xafsa iyo wixii la halmaalo abkaaranna waxaa laga wadaa oo halkaasi soo gelaysa caasha ilaan barnaamijkii qaybka ahay soo maa halkaas ay marinayaan ilaan iyaga hawsha marka uu hadalku ugu dhacaya marka hore يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الكني وحامرك لك قهل ليا آيادني والدين تا إيادتك عرور تبلالي أبت كود مسؤولية كسارا بالك لهل ليا يا أيها الذين قوا آمنوا رميييو قوا إلى ليا أنفسكم نففيالكين إلى ليا وأهليكم إي أهلكين إهلذي نك إلى ليا نار النار ك إلى ليا نار تاسو وقودها قريها الغش ضي شدال كيدو الناس أيدديهم هي والحجارة لغحيال عليها أن كور كيدو وحا هذه نار تا إيدا ملائكة ملائك غلاظ وقلق اللفسن شداد وأذك لا يعصون الله إلا معاصيان ما أمرهم وحو أمري معاصيان الله أمر كيس مديدان ويفعلون وحينا سميان ما يؤمرون وحي لا امرنا وي سميان مؤمنين تيو نفتينا اي اهل كينا وكا الى ليو كدورا وكجرا نار نار اسك الى ليه نفتا ادنا كا الى لي اهل كاغنا كا الى اهل كاغ يا واي وددك مسؤوليتود كو هوس تيما دو ددك مسؤوليتود كو هوس تيما ضرورتا حاسس كاغ dadka aad masuulka ka tahay ba ahlkaaga yaa laga wada halka dadkaasi naar ka ilaali naftaadana ka ilaali maxaa naar looga ilaaliya ilaahay diintiisa la qaato soomaa barashadeeda iyo ku dhaqankeeda adiguna qaado oo baro oo ku dhaqan ubadkaaga iyo xaasaskaagana bar habartan ku edbi ha ku dhaqmaan ku ilaali ku waardiye sidaasaad adigu naar kaga badbaadi ubadkaagii ehelkaaguna naar kaga badbaadaya naarta iyada ee lagu leeyahay iska ilaaliye ehelkaagana ka ilaali waa naaran caadi ahayn waa dab aan caadi ahayn meesha dabkan adduunyada aynu qoryo iyo ku shidno asaga shidaalka lagu shido ee dabkaasi naarta lagu holciyay waa bini aadam bini aadamka markii lagu ridaba way sii holci markii lagu daadiyaba waxay sii qaadan hur bay sii qaadan shidaalkeeda huriyaba waa bini aadan iyo dhagaxyaal dhagaxyaantaasi culimada qaar waxay leeyihiin waa dhagaxyaantii la caabudi jiray innakum wama tacbuduuna min duuni illah xasabu jahannama idinka iyo waxaad caabudaanba naarta jahannama yacni shidaalkeeda waay waa qoryihii lagu shidayo waay ma ahe xijaaradan lagu shidaaye maaha dhagaxyaantay caabudi jireen keliya waa dhagaxyaan khaaso ahoo sidoodaba markii dabka la geliyo ayaguba dab noqonay oo waxay yidhaahdaan xijaaratul kibriit bay dhahaano waa nooc ka mid a dhagaxyaanta oo qaabil u leh dabka qaabilid u leh oo iyaga dhanba holcahaya wey macnaha adiga mid la yidhaahdaba dhagaxyaal iyo bini aadan baa shidaal waa naarta noocaasa ka iska ilaaliya ehelkiinana ka ilaaliya waa mas-uuliyadda waalidka wey marka taas waalidka waa inuu ubadkiisa iyo ehelkiisa say naar kaga badbaadi lahaayeen ka shaqeeyo jidhkooda inaad dhisto ood guri qurux badan u hagaajiso ood gogol nadiifa u samayso oo aad jidhkooda koriso ood caafimaadkooda ku dadaasho ood adduunyadoodii mustaqbalkoodii adduunye ka shaqayso waxaa ka muhiimsan mustaqbalkooda aakharo inaad ka shaqayso maxay kuu tari haddaad cayiliso ood gogol qurux badan u dhigto ood cunto fiican ka dherjiso ood wada cayiiliso ay dhaldhalaalaan ood jaamacado ka saaro ood brofesoro ka dhigto oy adduunka lacaga ku helaan oy ku noolaadaan kadibna geeriyoodaan oo naar lagu xareeyo maxay kuu tartay ma dayacda mise maada dayacay waxba maada lu kordhinin sidaas daraaddeed waajibka koowaad ee waalidka fuulaya waxa weeye ubadkaagii iyo ehelkaaga ku dadaal say naar uga badbaadi lahaayeen
وحنا أركبت بعدين كرنا الدنيا ما هي ودين هي ربي قدر الله وحده هي الله تربيه يو دين طالب برا نحن كل ولد دلاله أنت سيكون بعدين كره طيب نار تال قلية هي النفط هذا نكبت بعدي إهل كهذا نكبت بعدي ما هكلية هنا عيوب كلا يعني هذه النفط هذا مسؤولية ضع ضيعة المهاجي وإهل كهذا كاسارا النفط هذا نكبت بعدي ميسد هو الجوس يستأجنه مسؤولية دي محد أوجدهم ويدي والجو عذابي صص ضرادة النبي قال نحن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والجو دري وأنا لبوي دين تونا ما نتقي يا مدام حات كسم أي شيء هذا اللفت هذا هو هاي هل يسوق لي دونه ومعنا نار تا إيدا ملائك باحش ملائك بخزنك ملائك بمامولش ملائك تا مامولش هاي ملائك نحدما ملائك نحريستنا ما ملائك تبردرنا والله جهوس فكن كرنا ما غلاد ويو horta qalbigoodu waa adag yahay waa qallafsan yahay naxid iyo naxariis ma yaqaanan shidad weeyo jilkooduna waa adag yahay awood iyo xoog looma sheegan karo kama fagan karis amar hadii la siiyo rabbi amar siiyo yiraahdo naarta ku daadiyana la yaacsuuna allah ma amaro markaba waa lagu la boodi lays weydiin may soo amar ma inay helin la yaacsuuna allah ma amarahum مركب أنتي كل بودان بيسالك كل جاية، كومن حنايا، كومن حريصنايا، أود كجبر في الحوج مشي ينكرتيد، مرب ملاعق نوع عصام يشاك الشقيسة، ويفعلون ما يؤمرون وحوي، تهرقوا في الله لحيد الله يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون وحي فإذين نساء، عدبك عاسين وأمرك عاسين لكن أود يكوف لسان اللهين، صوما أيق مرك أمرك أنا مع عصيان. أود كفر لها ين ويليهن ويفعلون ما يؤمرون ويفليان ويفلين يعني وحويان أود الآن ما هوي معنا هل كاس وميل هل شيء يعني وحوي هل إشلالي ومعناها نبي صلى الله عليه وسلم كانوا شيخو أولادي نفر صلاة مركي تضرب شير قارا طبعا شير هدي قارا نصلاة كو قراعة شيف كان أكل الدواء عرور طويلة شيء قبلها شيفك أكل الدواء يجو يرير بالرب أخلاق لا إلا برو واجبات كدين تلا برو يجو يرير بالصحابة يسلف كسومين شيرين سي تبر أبو قاتان يجو يرير بالحجابي يجو يربى حشوت كلا بري يجو يربى يا حقوق دلا بري ويكبر باريا مرك يكبر باران لا جمع فوتشين كرو سوما كبر ديرت يدو يره يدد الحجاب كأوحد لي markay 12 jir gaadho ama dhowr 12 jir gaadho hadii la isugu tago marada laga ma dhigi karo laana wax weeyaanateeday ku soo kortay marka wax weey barbaarinta iyada arintu kama soo harbo ya ayuha alladheena kafaru la ta'tadiru alyawma inma tujzauna ma kuntum ta'malun ayadana waxa lagu la hadlaya gaalada gaalada waxa la yiri ya ayuha alladheena kafaru gaalobayo la ta'tadiru ha'udur daranina alyawma manta wa malinte وآخره ما أنت عذر دارنينا إنما تجزون واحدون ليذن كواب المرينة ما كنتم وحادة هيدين تعملون كوا السمية يا مركا عذر دار كود الله أقبل ما يمعنى مرنا اللوبة إذن ما ينع عذر دارتان لا يؤذن لهم فيعتذرون مرنا عذر دار كستها ديكينا لا أقبل ما ها وحويان لأن عذر دارنا مع اللهين أقبل ملئ wax kasta haday ku xudur daartaan laana wax way xudur daar waa loo dhameystirayo adoon ilaahay abuurey aayadkiisa kowniga ha meel walba u dhigay aayad oo tanziiliya u soo dajiyay rusul u soo diray oo loo keenay fitradii qalbigiisa ku abuurnayd iyo toosnidiina ilaahay qalbigiisa ku abuuro ku dhashay kadibna rusushu cusboonaysiiyay kutubta loo soo dajiyay intaas oo dhan la daneeyay oo inta soo dhan inta loo sameeyay la kari waay aakhir markuu ilaahay tago muxuu ku xudur daarana rasuul iimaani kuma xudur daaran karo kitaabkaagu ima soo gaarin kuma xudur daaran karo aqli ma lahayn kuma xudur daaran karo sidaas daraadeed xudur daar laga aqbalayay ma jiro hataa haday xudur daartaan meeshaana meel hada raali galiyo oo raali galin bixiyo oo meel laga filayo ama la isugu la yustaacabun raali galina la weydiisan maayo warku waa dhamaaday
تدار الدنيا هاي خلاص مركن كدوا دار أبا المرين نار تعاد ويكحية حاجة إيه لا فيه. طيب يا أيها الذين كوا كفروا قابر قالوا يو لا تعتذروا عذر دارني اليوم ما أنت عذر دارك وحوك وأنفح يا الدنيا ذا أنت شوكتو أنت إن نفتو كابح عذر داره وطوبت كان إلهي وكاي إليه تبارك وتعالى وأنا كأقبله لكن مرة هذا النفط كاب أحد وأدي عذر دار وادي استيسي وحول لقى أقبل ماي إنما تجزون وحول لا يدكوا أبا المرينيا ما كنتم وحد أهدين تعملون قوة سمية يا أيها الذين كوا آمنوا الرميو صوب توبوا توبة كينا صون نقضة إلى الله حق على أصون نقضة توبة توبة نصوحا أو صافئة ضاعدة عسى وحا حقيقة ربكم ربكين وحو حقيقة كيو حقيقي أن يكفر إنو أستري عنكم حقنا سيئاتكم حمايالكن ويدخلكم إنو إذنقلن جنات جنوين جنوين كاسو تجري أي سحوتوق القريس من تحتها وستداء الأنهار وبياشي يوم مالبو جنوين كإذنقلن لا يخزي الله ألا أسنهو جنين النبي النبي إيه والذين كوي آمنوا الرمي معه لجرن كيس إلهي مفضي حيني من هو جنين نورهم نور كوضا أي يسعى سعوني بين أيديهم حق وظهره وبأيمانهم يمدقيال كوضا نورك كسعوني يقولون وحي أرانيا ربنا ربك نو أتمين من لنا نور لما يستر نور وابد نسيسي أتمين لما يستر لنا أنك نورنا نورك نغا نور لما يستر واغفر لنا ربي ونور لفوحي نغا لحي خلدها إنك أدو على كل شيء شيء كستكر كيسا قدير متك أودا تايه آياتنا المؤمنين تقول الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله مروا بإلهي وصول نغضة وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وح ليبان توحي كتشرتا إن هذا مروا بلصول نغضة شليضة وخلتك كصول نغضة خلتك أقول وابدين ماذا دوكتا ماذا دوكتا مركز صول نغضة توبة داسي اللي نقربها وتوبة النصوحة نصوحة وحلي هذا وشيء خالص كا صافي دا إن وحبة برحين وين مركب توبة أم برح لهين أو صافي الله إمادة معيتها علم الوحي هذا توبة داسي ووحي دم بيت كشيء إن أثرت كتكتو هذا كتيرة توبة دا توبة كيني ساي توبة نصوحة ما والقصان إسا إلى ويد من لاف نوال هذا وبعيار تاس سو قدو ما قدو كلامات wixii ka dhacay inaad ka qoomamooto oo qalbigaagu ka xumaado ka gubto hadaad wali ku sii faraxsanto kula qumayay toobad maaha qodobka saddexaad waa inaad go'aansato inaadan dib dambe ugu noqonin hatta haba dhacdo mar dambe inay hadana ka wax ka khaldamaan laakiin marka qalbigaagu waa inay ka go'antahay inaad ku laabanin soo saddex ma ala dirti waa inuu ka yahay dan kale kala hayn قالوا كشان الحق بني آدم هدوية هاي بني آدم كي حقا إسكالها وعلي أما كحلاش توبة دادو مركا وتوبة النصوحة واي قسكو مجرو صافي واي مركاس والله قاي إليه حديثا لكن توبة دو أي شروط دا ميت كمي دو ويدو وحبا كو قرصونو دا عدمتي هد توبة دي النصوحة هيد ماه صافي مئه وحبا كو قصن دا عدلك متي هد واي ساسترادي لغا أقبل ماي توبوا إلى الله اللي أصو نغضة توبة توبة نصوحا وصافية ووحبة برحين وحبنا أين كل قرصونة ومعنى طيب الله مركز سيدة أطوبة كنتان عسى ربكم ربكين وحو حقيقة كيهي أما مضيهي أن يكفر عنكم سيئاتكم دميدين ودافيا الله وغفور الرحيم أدونك يسمركم أطوبة كنتان وشعره وانا كفرحا وحكستوت كفرح دان الله وحو كفرح بذيهي أدونك يسمركم أطوبة كنتان وأصول الله أدب أقول فرح ربي وكتب الأقبالين كدي من التوبة داسي وحين كنا حلسين إذا إنه تشنوين كوجلي تشنوين كبرواقوين كمشى يا الآخرة يوم يشى قل قلي مالين كاس تشنوين كليدين كلينا ينا ومالك أوصل الله هو تشيني النبيك هي مؤمنين مؤمنين النبيك الله تشير صلى الله عليه وسلم مؤمنين تاس النبيك الله تشيراي وادتك الرومي رسولك صلى الله عليه وسلم ومالك الله صعدوا اللي النبي والبأمدي شو هو جاميري صوما نبي والبقمدي شيبو هروضا مدحضا يددك خريبا يهو قامياشا خريبانا ددك الراعي بي يقولو هو قامينا مركاسي النار تكو حارينا صوما ددك والوناكسن انبيادنا امضوهو دي وناك كو راعي بي يقولو هر قاضيا
markaasay jannada ku hoggaaminayaan marka nabi maxamed waxa la socda ummadiisi baa la socota nabigeena waxa nagu yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayh maxaad ummadaada ku garan ilaa meesha waa la isugu yimid wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam ummadayda waxaan ku garan oon ummadaha kaga garanayaa waxaan ku garanayaa saddex arrimood buu sheegay ayib waxaan ku garan buu yidhi horta meelihii ay ka weysaysan jireen ayaa dhalaalaysa wejigii ay ka sujuudi jireenna calaamadii baa ka muuqata nuurka midigta iyo horay ka socdana waan ku garan buu yidhi ummadayda intaasaan ku garan oon ku soocanayaa buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiidka axmed soo saaray meesha waxaa laga fahmayaa haddaadan tukan jirin oo weysaysan jirin sumad laa waa tahay yaa sumad ma lihid sumaddii lagugu garan lahaa ee ummadaha kale lagaaga soo sooci lahay gaalada ma wadatid haddaada sumad lahayna adi iyo fircoon iyo qaaruun iyo haamaan la idinkala garan maayo iyagu maad raaca salaadlaa wey marka sumad ma leh ninkii soo dhoweysana waa muslim dhahayow aday ku taalla laakiin salaadlaa wey ninaan wejiga weligii ilaahay u dhigin oon tukanaynin waa gaal aan sumad lahayn waa sumaddii islaamku kuma taallo sidaas wey macna maalinka isaga ilaahay nebigiisa hoojin maayo dadka la socda nebi maxamedna hoojin maayo allah tabaaraka watacaala abaalla'aan dhigi maayo mana hoojinayo lana fadeexayn maayo waxaa kaloo leeyihiin iftiin baa wuxuu ka socdaa xagga hore xagga midigtana waa ka socdaa ilaan aakharo waa mugdi mugdigaasi nin walba wuxuu ku marayaa iftiinka ilaahay siiyey iftiinkaagu qadarkuu yahay camalkaagu u dhannaana waad ku soconi oo wuu ku hor socon midigna waa kaa soconay iftiinkaasi siduu u socdo ayay marka jannada ku galayaan markay iftiinka la siiyey markay ilaahay baryay waxay ilaah noo dhammaystay halkaa culimmadu waxay leeyihin fii suurati alxadiid baa ilaahay wuxuu ku sheegay munaafiqiinta inuu iftiinku ka damayo markaasay dadka mu'miniinta waxay leeyihiin unduruuna naqtabis min nuuri warna suga iftiinka aanu idinka dhuxul qaadanne wax yar iftiinka aan idinka qaadanne wax yarna yaro suga markaasaa waxay leeyihiin meeshani meel nuur lagu kala qaatay iftiin ma ahee adduunyaa lagu soo shaqaystay u laabta meeshii oo ka soo shaqaystay waa lagu jeesjeesaya marka markay arkaan munaafiqiintii oon iftiinkoodii damay oo dhaqaaqila oo mugdi dhex jooga ayay marka dhahayaan rabbana atmim lana nuurana kuwaa iftiinkoodii waa damay ilaahu kaanaga noo dhammaystir bay dhahayaan ilaahu iftiinka noo dhammaystiro meeshaan rabna nagu gaadhsii wey macnaha tayib waqfir lanaa rabbi oo noo dhaaf innaka adugu calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun mid karaa tahay yaa ayuha annabiyu nebiyow jaahid la dagaalan oo la jihaad alkufaara gaalada la jihaad waalmunaafiqiina iyo munaafiqiinta waqlud ku qallafsanow calayhim korkooda wama'waahum hoyaadkooduna jahannamu jahannamo weeye wabiisa waxaa baas lahaday almasiiru meel loo ahaado ama ahaansho jahannamaa laga wadaayo macnaha oo laga wadaa arrinka laga wadaayo aayaddani waxay ku saabsan tahay nebiga sal alla alay wasalam gaalada uu la dagaalamayo gaaladu waa noocyo gaana waa gaaladan kuwaan soo tilmaanayo ee suuratulmumtaxina soo maahin aan ku soo tilmaanay waa kuwa aan dagaal markaa nebiga kala dhexayninoo heshiis la yahayoo la wada nool yahayoo dimya ama mucaahad ama musta'man ah kuwaa iyaga ah nebiga sal alla alay wasalam inta uu soo jiidan karo oo u dabacsanaan karo waa u dabacsanaan jira amaa hadday noqoto gaal iyo dagaal hadday noqoto waxaa la yidhi si aad adag ula dagaalan ku adkow baa le ku qallafsanow kuwa dagaalku idinka dhexeeyow iyo munaafiqiinta kuwan gaalada ah waxaa lagula jihaadayaa bisayfi wasinaan hub baa lagula dagaalamaya munaafiqiinta dagaalkooda waa nooce iyaga ayaga waxa weeye bilxujati waalbayaan wa iqaamati alxuduudi calayhim yaani xujada in lagu ogo la fadeexeeyo la dabagalo khaladkooda la caddeeyo hadalka lagu adkeeyo soo maaragtid xuduudda lagu oogo ayaga markii ay wax gaalnimo keena hadday caddaystaan markaa kadib muxuu ahay lagu qaado ayagana saas weeye waa kan soo tilmaanay munaafiqa muslimiinta ku dhex jira ee muslimka iska dhigaya isaga waxaynu nidhi loo dili maayo gaalnimo loo dili maayo soo minaa soo mari oo nebigu madhi sallallahu calayhi wasalam yaan lagu sheekaystan maxamed baa raggiisii laynaya yaan isaga daynayaas rasuulku ma dhihin ayaga marka la layn maayo laakiin waxaa loola jihaadi
بادل كودا لحدينا شاتشوس نبضوا لحدينا صاحب تندو قال هذا يحمان تا يقول شد كل حد بالو الدين يا لحدينا حدود الإسلام كان لجوء أوجي يعني وحي والد دبق عليا سيد القرآن كوا أود دبق علي سوما صفات كوا القرآن كوا دبق علي ومنهم ساس ويالد كانوا وياه سيدنا أورقمان سيدنا يالان قال هذا صاحب ليهن ولا وحيان وهكذا إسكتشرة هم العدو سمعنا زمر هم العدو فحذرهم قام كاسمر كمنافقين تيجي الله تعلمه منافق مرك الدين تا أمضى كده شقي سنة ياي هلو دبعيه وهلو نحرسته وهلو ترى ما شرته منافق إلا ترى بمعنى وحوي الدين تي يضلك يضدك وبابينه دين ترى كبار بوكرني كناه محبه هي مركه خلت كيس وين لقوا قدم واحد خلت كيس وين لقوا قدم لو كاسلي لو كمار تناه وكا 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 اللي رادوا كدي من الجيد وقال إنه واي واي يسوي إنه كبروا وأن للدفاعين ومعنى يا أيها النبي النبي وجاهد الكفار كفارة للجهاد والمنافقين منافقين تنا للجهاد واغلظ قلف سنو عليهم كركو ذكو قلف سنو ومأواهم هيات كودنا جهنم جهنم وي وبيس وحى باصل هذا المصير ومير الله لابت ألكن بحي انت أكدن به وحلقوا قبا قبا سورة ده لما مثال و الله تبارك وتعالى هو سمين يقال هذا يلبد مثال يلبد تصال مؤمنين الله سمين أفرت مثال بوحى لغو سمين الدمر أفرت بوحى الدمر بيكوزاب سي ومدى الله سمين يا كوة قال هذا أنا تصالي العجيب يقصح عجيب الله لغي كوة مؤمنين تأنا تصالي يقصح عجيب الدمر مؤمن هذا لغو سمين كوة قال هذا أنا الدمر قال هذا لغو سمين ساسا لغو كبير كبير ضرب الله الله ويالي مثلا قصة عجيبة هي اتصال الله ياب لوحو كسمي للذين كوي بو اسمي ويالي كفروا قالوا بي امرأة نوح بو اغيالي امرأة نوح نوح حاسكيسي وامرأة لوط هي اللوط حاسكيسي وقال اتصال الله هي قصة عجيبة قال هذا اغيالي سيئة هاي لوضع دور كان قصده لما النبي باق بي كانت وحي هاي تحت عبدين لبا أدون هوستود أو من عبادنا أدون ماذا نذا كمذا صالحين أو ونواناكسن فخانتاهما لبا دي أدون أي هوست جوغين أي خيامين فلم يغنيا لبا دي أدون إلا خيامي ما أينان ترين عنهما لبا دي دمر كحقه ذا من الله حق على الشيء حمين وقترين أدي هوست جوغين حق الله وحبه وقبن وياه وقيل وحليل ادخلا قال الله ودي دمر كها النار النار تقلا مع الداخلين كوا قليا لتشيرن كوا النار تقلا لي تسألها سوى حلو سمية قال هذا وحونا كساب سيا وحليليه قالوا حليل يا علاقه يا قراب النمو كالت دحية ضد مؤمنين وحبه كوتر ميسو صوما وحان وضع دلاني ولي إله شيخ بانو وضع دلاني محوا هاي نيو وانا اكسان باقي قبي اسلام تايدا في عناي عرور تايدا اولياء هاي هادي تادو كاها اللوضو روح وانا اكسان بان حرير الله وحوكو تاري ميسو تسالة هزاس اللو ديگاي مركزا وحال لغا سو قبتاي لبن نبي ورسوش الهي كم دا لبن دمروي قبيل وحاسس كودا اها لكن قال اها ilaa diimihi hore sharaa'icdi hore yaani ila sharaa'icdi hore yaani wax weey ruuxa muuminka naagta gaasha uu guursan gareey shariicada inda laga wala bedelayo waxa lagu koobay ragga muuminiinta waxay guursan karaan dumarka ahlul kitaabka oo shuruud leh sooma sidaas daraadeed nabi nuux wuxuu qabay haweenay gaal ah oo gaalnimadii ku dhimatay nabi luut naxaaskiisu waxay ahayd gaal bay iduna gaalnimay ku dhimatay labaduba ragoodi bay khayaameen maxaa laga wada khayaanada ayada laga ma wado gogoshi bay ku khayaameen maxay ilaa anbiyaada gogoshooda ilaahi ba ilaaliya nabi ilaahi anbiyaadiisa kamida oo haaskiisu dhaqan xumo iyo gogol dhaaf ay ku kacday lama hayo maxay ilaa gogosha anbiyaada ilaahi ba ilaaliya laga ma wado marka yaani gogoshi iyo haasnimadi bay ku khayaanto gogol dhaaf ay sameeyeen laga ma wade ee waxa laga wada khayaana diiniya way diintay ku khayaameen
او دينتي لبدا النبي ماينا قادنين قال لي بي قاتل مركا وخيانه دينيه وي معنى ساسا لغا ودا هداي خيامين او دينتي خلافين وحاكا لي تو دحي كرتي لي او كتبت قاركود اي روايات اسرائيليه او بدن سلف كان لغا سو غوريا waxay leeyihiin haweentan nabi luut uu qabay waxay u jaajuusi jirtay qoomka ay ka dhalatay martida guriga timada nabi luut ee ragga markay yimaadaan bay sirta u tusin jirtay markaas ay dhig jirtay war gurigi inuu qurquruxsan bay yimid kale ka shaqeysta markaas uu lagu soo yaaci tanna waxa la yiri nuux uu qabay سيرت النبي يا دعوه يا وحنا وحي اوجد بنجرتي قوم كذا خيانتنا تاسنا ونقون كرتا سوما خيانه ديننا ونقون كرتا لكن مرنا ومعها خيانه زوجيه ما طيب هذي خيامين ومرك دينتي كو غرام مرين لبدي النبي اي حاسسك او اهاين نار مركي غلين لبدي دمرك او هومين او ترين ان عمل كودي عقيده دود بي نار كو غلين سوما نبي باقبي او نبي نوح او قول العزم كمدا نبي نوح حاسكي سي نار ميو كبد بادين كرا او قال لي ما كدمت ما نبي لوط حاسكي سي او قال لي ما كدمت هي الهي اكتي سكلمنا هلي كرو نارنا كما بد بادين كرو طيب مركا اميشي سومالي دو تراهدو محو اهايي ان اديغا اديغا عمل كاغا عمل كاغا اما يا نار كو جين اما جنة كو جين لكن دوت كي غافي انا يو ولي بانها يا اولياء كو حدنا يا قرابان لها يا كان لها انشني ايجا قلت هلا اديك انا تاضا قلت هلا اسكو هلين اسكو هي اسكو هلين انا شقيس تلك امة قد خلت واحد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ابها ولي اها يا ابها النبي اها تاضا كاخصيص سوما نين كذا النبي أها تيذا كقصي سمع هذا دولة من دواي سو النبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو خليل الرحمن أصدق أرك يا أبيه إن تلا بدو اللقود لقبتور نار دل لقود توري ماي مركو يراد الرب يو آباي إن تد ورابا اللو إكيسيو أي إن تلا قبتا نار دل لقود توري يا نبي إبراهيم أبيه سوما سياس دراد إذا سومالي دو مركي أحاديث كسو عرورتي النبي صلى الله عليه وسلم صحاحة إيو كتمت نبي قال لبدي سي والد مركي كسو أرورتي بي ودادي حناقين واحدة من نبي محمد والدينتي من نبي محمد والدينتي با نار قلي وزي كنت عكرتا ونبي إبراهيم با أبي با قلي ونبي نوح با حاس كيسي با قشي ونبي محوة هاي اللوط با حاس كيسي با قشي إلهي ما أبتر با أكتي سيال إلهي أكتي سا أبتر ما يالي حقيدي عمل با شنال هو قرأ نارنا لكي قبت بادا هذا الشقي سو سوما نصوص تمر هذا يسوع أرورتو ماشى كوسا أرورتي إن الله بلاه وحلور الراديو اللي نصورت قال ما عقلي قال لي أنا صح معها نص كوا نص وآيات قرآن يا حديث نبوي سلامات ربي وسلام عليه ما نتدوي مركان سومرين حقين مرين أي واحد تلمامي النبي صلى الله عليه وسلم هو يدي حديث صحيح مسلم كويال أصوغ صحتا قبر يدي أكتي دوسي مري كدي من وكل أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأوي إلهي بوي دي سينو دميراف هو يديه وما وي دين كرتيد بالي النبي صلى الله عليه وسلم كدي من وحاسود قلت آيات القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم آيات داسا سودك والنبي قال لو قد يدين هاي هو يدا دميراف إلهي هو وي دين لليه لما مكة كدي مال دو يدي يبدو إلى الشيخ ما واحد انت أصابت شيكتين ما نبي هو يدي ورين نبي هو يدي أنا ما دهين النبي محمد باي صوما ما نبي عباد هذا ورك زين كري ما عاد سكو إن كري وأنا عقلي أهاي أرنتو سدا سويما قالوا تدو أنا أقسم بان لرد الشيء أما حاسية أما قرابة هي أهاي دور كده تشوي تشوي حبكو تري ماش أي يقول حبك أما بتبادين كرا وحنا كوما تري كرا هدي هلك أي مرتش عبد القادر بأمرك النار إنك بتبادين كور رومر شعب عبد القادر بسوق جرمن او شيخ ويس باسو غورمن او شيخ نور باسو غورمن او دريقديسي حرتيسا انتي قبطا نارتا كبد بادين او جنده ايدين غين دونا وركا سومالي وا لوغو لوغوي انبيادي با وحبد بادين له شيخ عبد القادر حقي جوغا ويس حقي جوغا ور ورغاسي وا ور لسكو لوغوي وا ضرب الله الله وحو يالي مثلا ما
للذين كوي كفروا بغي يلي امرأة نوح بغي يلي نوح حاسكيسي وامرأة لوط هي لوط حاسكيسي كانتا وحي أهين لبضع الدمركا تحت عبدين لبع الدون هوستوت ومن عبادنا الدون مدن هذا كم هذا صالحين أول وناكسن يعني هوستوت محل قوضة يعني حاسس بيو هاين وان لان إسلامتو أما حاسكو نينكي هوستوك تاه صوما هذا كوربا الشيخ عمر فاروق الله نحرست لأن مرتبة ضمبوها هذا كان هيليوك أي واحد لو يدي وأود أشوف نمر كم تمر يورو بانك وذا قيب قليل واحد لو يدي الشيخ محوا هاي الشيخ عمرو نينك يحاس كيس مرك يحاس هذا كذا أيام إسلام تون نينك هذا ما ككر مري كرتاع مرك القرآن كاستدلال كيس راع جاي بوقه مرك سأوحى من آية ضروك يا آيات أبو الأخرية ألم يقول كانت ها تحت عبدين من عبادنا الصالحين ويهوس جو جبوا بركة غصين يشرتوا يا أبو هذه تاسي واحد ويهول كله هذه تاسي سورة سورة كلا إله يكون فيها في سورة البقرة يعني واحد أن شئتم سي الله سات ربتان أما ككرمر أما كهوسمر أما قرب سيحو هل كاس إله يكون شيء طيب فخانتهما مركزي خيامين فلم يغنيا موسى ديقن عنهما حق وضم الله حق ألا شيء وحمينا كالديقن لبدي النبي لبدي الدمركة وحوه وتروايين وقيل وحلي لأدخلا قال لبدي أن الدمركة النار نار تقال مع الداخلين كوة قال يلا تشيرن كوة قال كحرود لي وضرب الله ألا وحو يلي مثلا مهما إيه تصالي قصة عجيبة للذين كوي بؤو يلي آمنوا رمي امرأة فرعون حاس كيسي ومثال كي تصلى هذا وقسم وقدر جي إذ وقت قالت أي تري حاس كي فرعون ربي يوم ابني لس لي أنا واحد إيد لستا عندك أكت هذا إيد لستا بيت جوري في الجنة جنة الأحذية ونجني إبد بادي من فرعون إبد بادي إيه وعمله عمل كيس ونجني الله إبد بادي من القوم قوك حقه ذي قبض بادي الظالمين إيه ظالمين تاها تانينا وحوي هي مثال كان كدن بيا مريم بيسون كساب سيها ذاتك مؤمنين تا إيمان كودو سحرية هذي مرمرك قار كود كو قصبنا دان إني ذات قالا حرير لي شان دنتو نكيمتو مركاسي حرير كاسي قالا داسي أي لليهين أيقنا وحبي يالي ميسو آخر دو دا يدين تو دا وحبي يالي ميسو مثال waxaa la inoogu sameeyay fir'aawnkii gaaladaba ugu weynaa ee ilaahnimada sheegtay xaaskiisi waxaa la dhigi jiray yaani wax way muxuu ahaay Asiya binti Muzahim Asiya xaaskiisi ahay way rumaysay ilaahay bay rumaysay aqray rumaysay nabi Muuse rumaysay fir'aawn iyo ilaahnimadiisi ku kufriday kadibna xaasna ay u tahay ya فرعون كي إله نبذ الشيكتين وهو سيحان وحاسبه وطاع ساعي تهي إلهي بيبريده وحي تير إله أكت هذا شنظر لحيه ذكوري يغلس فرعون إيه نغن كي سنة إله يقبض بادي إيادنا هو مثاله وحي كو قصبنا إذا حاسو أهيد نمطاقي وقال أه إني حاسو أهيد حاجة كنتي ويكو قصبنا إذا تاسي هبيرات إيمان كيدي الدين تيدي آخرة ديدي الشنة ديدي وحبي يلماي سمارت فرعون بيحاس وهاي لو قدين مايو إيمان كيدي الدين تيدي آخرة ديدي الشنة ديدي لو قدين مايو إلهي باود من دافي مؤمنات بي أهي واتي كوريسي نبي موسى إلا نبي موسى عجبه كوري نبي موسى قوري فرعون كما كورين آسيا كوريسي أيضا قعانتا كوهي سي إنه بدبادو أو ديلك فرعون كبدبادنا يضع سبب واحد ومركي لسواقب تيسوه صندوق كتير لغاسو ساري بيها وحي تيري إلمان كرده غنى إناي هينيك الدليل سيدي بكو بدبادي كدبنا أيضا كوريسي كعانتي كوهيسي مركي دنب هو يدي بادو حليو واتي هو يدي الناس كسنوغي سوما هين مركي وحوي كوريغا فرعون بو كبر باري وويل فرعون يعني أهان أو ترسدو أها هو يا أهانا هو يدي دشوي ما يلو يدي دشوي أبلغه قرينا يبوقت هو يدي دشوي أبلغه قرينا هاي ودي لو قدوا أبلديلي لها مركا آسيا تاسه وين رميسي الله نوحوك أمان إدو عدن طبعا نوالغا أقبر يهلو تشنوه مركا ساس نراتي دوان نبي صلى الله عليه وسلم وحو الشيغي دو مركا
يعني الرجل إن بدن بعد ما يسترمي لكن دمر كأفر بعد كلام يسترمي النبي صلى الله عليه وسلم أفر بعد ما يسترمي وأفر تدمر كأوفل البدن آسيا وحاس كيف فرعون هيد وميدا نذق سيدا عن دول شوقنا طلبات نوا مريم بنت عمران وميدا كذن بيسا مثال كلمات المؤمنين الله سمعنا يا تصدحات نوا خديجة بنت خويلد نبي جن حاس كيس يوهر يعروتنا ولا شيء هل كويل إبراهيم ركلا جربه تأفراد نوا عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وحصور هذا ويدنا فضل جذا مكور النساء كون قار كم إذا مسي وفاطمة نبي جن قبل لي فاطمة رضي الله تعالى ورحمة عنها رضي الله تعالى عنها ورحمة مركا دمر كذا ما يستر ما يبي كم تأ آسيا إيمان بين قدمات هذا الكذا إلهي أي ويدي ست وحلي هذا سيدا أقرح بدنيه وحل إلى ذا اختارت الجهارة قبل الدار درس كي دورتي قريقا يدقي لهيد كهر إن إلهي درس لن نقطو قريقا كهر ورطعيد دي درس لن نقول الله بي دورتي ومحيطني ربي ابن لي ربي يو إيدس عندك أكت هذا بيتي إلهي إلي درس تي دورتي كدبنا بيتا قريقا بيشيغت حقيبه كيالا في الجنة الجنة كيالا ساس دراد الوحى اللي هذا إدى يلدرسي لهيد بيد دورتي أنت هنا جوريك دورني وحيكم يتهاي أسلوب كهذا قيمة هبضن بيكم يتهاي طيب ومريم ابنتها مر كيل هذا إله ويقبل دادي فرعون يعمل كيسة يقوم كان ظالمين تا وقال لمديس يكفري يدقن حمضه دي إله ويقبل بادي يوحى كذا لنكره وعقوبة عذابك ومريم مريمنا ألا تسالوا قسمي مؤمنين بنت عمران عمران قبل ديسياهي مريم بنت عمران التي تاسو أحصنت إلى لسي فرجها حبن كيذا ترنك فنفخنا مركزان أفوفني فيه حبن كي ترنكيس حبن كي ترنك لحدي سوحان كو أفوفني من روحنا الروح دا ندا حق يدي ما وحكا أفوفني وصدقت وير رميسي بكلمات ربها ربقت كلمات كيسي وير رميسي وكتبه كتبتي سين وير رميسي وكانت وحينا أهي من القانتين هو الله أطيعي كم إذا هيت مثال كالباد المؤمنين تلوسمي ومريم مريم بنت عمران نبي الله عيسى هو يدي ويكرسي لبدا دمرك مد والبوحي كرسي رسوشي أولي العزم شانت رسوشي أغفض لبدا مد كم إذا تهرص منا لوحي كرسي وتصوب النغط بدبادة ديسة نبي موسى صومها تنى النبي عيسى هو يدي ويكرسي ولا شيء معنا طيب مريم بنت عمران الله وحو كو اماناي اني دور سونيت او خوبينكيدا ترن كا خفديداي غوبد باي اهيد نين اوباهن او غور اوباهن لكن خوبينكيدا ترن كاي waxay ka ilaalisay xumaan احسنت فرجها وانا امانته دمر كلا سي waxa ugu badan ugu fiican bay kamid tahay inay haweeneedu ilaashan tahay xumaanta iyo zinada ka ilaashan tahay way is ilaalisay markay is ilaalisay waxay sabab u noqotay xubinkeeda taranka iyo calooshedooba iyo minkeedooba inay sabab u noqdaan in Ilaahay geliyo aadamaha Allah abuuray ku ugu fadhi mid kamid is ilaalisay darade malakul jibriil baa la soo diray waa ka qisadeeda lagu faafayay suuratu aali imran iyo suuratu maryam oo qisadaasi macnaha magaxeedaba suuradu wadata suuratu maryam iyada lafteeda say ku dhalatay sidii lagu koriyay baa laga soo waran qisada dheer marka ملك جبريل بالله صو دري ملك جبريل ويسوس وحسوك سو إكسي روح بني آدم أيضا أنتي ريركي كده بحدا مال بنا كحاجة جودة شو بحدا أيو يسوع نين أهان هو بني آدم وصعد ويمت مركز سوا حي تري إلهي بان مجن كهاجة هدا دي إلهي كبقى يسوع محايك سو دوني سبنا كي كمر مركز سو إلهي بان يسوع كدريو ويل بان كو ودا كو بشاريني بعقبت دورسون أو rag aragooda iyo la kulankooda iyo sheekadooda iyo waxoodaba aan aqoonin meel cid loo ka helayo markaas uu afuufay afuufki uu afuufay ayaa marka xubinkeeda taranka galay halkaas marka waxa ka abuurmay oo ka ilmo galay nabiyullaahi ciisa alayhi wa nabiyina salaatu wasalaam ruuxda marka laga hadlayay laga sameeyay ee nabi ciisa laga sameeyay waxa weeyaan waa ruux xagga alle ka timid oo alla abuuray oo malakul jibriil loo soo dhiibay kadibna xubinka taranka ee maryam la mariyay
sidaasi minkeeda ku gaaray oo ku uurgalay saasu nabi ciise markaa ku uurgalay ilmahaasi markaa qaaday iyada hooyo u ahayd aabana iyada u ahayd waa meesha markaa reegal aabnimanka la yiraahdo kristanka iyo nasaaradu ay ku fidnoobeen oo dhaheen muxuu ahaayey marba hadduusan aabba lahayn oo isagoo uun uurka ku jira la arkay waa meesha lagu qaybsaday yahuudina ay dhaheen waa garac suuradu maryam ka warantay نصارتنا كوحد قد بينه دهن ما إيه وابويل إله ها الله بدل أي بدل ورأى الإسلام كم بدل أو إلما كم بدل ما عاد إله يو عايزا هل كاسو ميرش مرك اللجو في تنوبي قاب كورد الشيء قاب كور قليبة قاب عجب بدم به طيب وكمرك دم القرآن كسورة آل عمران إله كل شيء هذا لا عجبتين وعد عيسى ترى هذا وابويل إله على الشاني أبلا أم بود الشيء mid ka daran baa laydin hayaa way oo maxay tahay mid aan aabana lahayn hooyana lahayn isagu hooyo ba leeyahay baa yaala oo muxuu yahay inna mathala ciisa ya ka mathali aadama sooma inna mathala ciisa inda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turab kana ba yaala ba aadama wiil ilaahay buu ahaa haddaa tiraadan ciise علشان آبلام بود شیو الله یعنی وحی آب و هداد دهن و آدم و آبنا لو آقون هویان لو آقون میویل الله نقد کن اگه درنه هل که از آمرک وحی ایالات متحده آدم مثلا در سکران کوون نقد نقد لکن لان دبور شده اوکو فرابدن بر رومایسان و عیسی کو فی نود معنا مرک وحلو آمانی هل که از آمرک وحی وحلی رو صدقت بکلمات ربها ربی گفت کلمات کیسان وای رومایسی و صدیقه ساز درادید با وحی لو بدهی دو مرکه الهی ابوری وحی اوگو فضل بدن مريم لان وحی صدیقه صدیقه وحی لیردا و مرتمده کوچک تن نبی نبده و امه صدیقه سو الهی مده و امه صدیقه و مرتمده نبی یه دو کوچک سیاس ویا مرکه دو مرکه الهی اوگو فضل بدن تهای سیاس لو بدهی وای رومیس الهی کلمات کیسه کلمات کاسی وحی کلمات که قدر کر ربی کل عیا ee kowniga wa kutubihi ya kutubtu ilahi soo dajiina kulli way wada rumaysay rumaynta maxaa u raaca wa kaanad waxay ahayd min al qanitina kuwa ilahi atiicu ka amar qaatana way ahayd yaana wax way iimaan haduu jiriyo tasdiiqna way la timid dhaqan iyo amal haduu jirana way la timid adoon sidaasay ahayd oo ilahi doortay tabaaraka wa taala labada dumarkaaba idinkana miithaal la idinku sameeyno wanaaga ka raaca way muxuu ahaayey فرعون حاس كيسينا مثالها واحد وقاضتان سكة استو برواقة عادو بشرت والدنيا وهايست دين تالا كدورة الدنيا ذا سمارت كوري بقرتويو أو وحول بيالو أو ذهب يالو أو نينكا إلهني ماذا شكتي أو يعني مش مصر ولا كتاليا كوري جيسي يكون شحاس واحد هذا روح إلى ذا إله كان مرة به إلهو كان مر بي الدنيا دي سي الذهب كي سي بقرتو يدي سي إلهو دين تي دي آخرة دي لا سوما مريم نوحوي أيضا دور صونان تير هي إيمان كذا هي طاعة دي قنوت كذا أيضا كجد دي دوي لبضة دمر كا سجود وحي موجين إسا قصدني قرآن كريم كاسيد دمر كا أقيم هي هديه أمدي أو دمبل لي هي دمر كا كذا إذا ومثال يتصال الله ينوقر دقي القرآن كو دمر كي الدين تو دمر كمقيمة سما مقص مسا مقيمة يا ومدي النبي محمد أو الرجل أو علماء أو أقوياء يهن له أو دقل أو عد والبل أو الصحابة له أيها وحال لي يا حي ومدي النبي محمد أو لبلا دمر كأكود ضيدا لين لي قيمة إنك قيمة بدر حقيقة لغير رادين أمر ورك قال هذا مركا مال إسكابك عد دمر قيمة سي ودين إسلام هاي المجرد هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ترسك انت سوكو يغي هي جودك قسم وحي صحيح الصواب انا اجر كذا الله ينسيه عمل كذا الله ينوافقك هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك